السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد، وفي فيديو النهاردة ان شاء الله هنشوف بعض الاخبار عن الالعاب القادمة ان شاء الله. اللعبة الاولى معانا وهي لعبة كود اوف وور 5. هي لسه منزلتش ولا العرض الاعلاني بتاعها نزل، ولكن في نظريات كتيرة بتقول انها تكون مرتبطة بالحضارة المصرية والاساطير المصرية قديما، وهتظهر اساطير مصرية في اللعبة، هتواجه اله الحرب الاغريقي وهتمتلك قوة وحاجات خيالية. نيجي بقى في اللعبة التانية معانا وهي لعبة باتل فيلد 200 2042. اسف لو نسيت غلط. يلا، وفقا لبيان الناشر الامريكي، ستتوفر لعبة باتل فيلد التصويب من منظور الشخص الاول المنتظرة، هذه على الاجهزة الجيل السابق والجيل الحالي واجهزة الحاسب الشخصي على حد سواء. نبذة عن لعبة باتل فيلد 2042. هي الجيل الجديد من باتل فيلد. تضع اللعبة باتل فيلد اللاعبين في مستقبل القريب مع تجربة الحرب الشاملة الجديدة. سيحول ما يصل الى 128 لاعبا على اجهزة الالعاب المنزلية الجديدة والحاسب الشخصي. مع اللعبة معا هو ما يضفي بعدا جديدا غير مسبوق على اللعبة الجماعية. قصة اللعبة هي نبذة قصيرة عنها. لا تحتوي اللعبة على طور مخصص للقصة بشكل فردي، ولكن بالطبع هناك تفاصيل وقصة للعالم. نحن في عام 2042، العالم الذي شفى الانهيار أدى نقص الغذاء والطاقة والمياه النظيفة إلى إفلاس وفشل عشرات الدول، مما تسبب في خلق أكبر أزمة لاجئين في تاريخ البشرية بأسرها، وتشمل فئة اللاجئين هذه نوبات عائلات ومزارعين ومهندسين وحتى جنودا. وفي خضم تلك الأزمة شدت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا العالم إلى حرب شاملة، وبدأ اللاجئون ينضمون لكلا الجانبين، ليس قتالا من أجل العلم بل من أجل مستقبل هؤلاء في هذا العالم الجديد. أطوار اللعبة الأساسية الذين يتمتعون بشعبية هائلة. يتضمن هذا الطور أضخم خرائط السلسلة، كما سيتمكن ما يصل إلى 128 لاعب من الدخول معا في هذا المعترك. تقدم الخرائط طقس ديناميكيا ومخاطرا بيئيا واحداثا عالميا مروعه. خرائط لعبه باتل فيلد. وعد فريق بتقديم خرائط لعبه ضخمه 928 لاعب في نفس المباراه للاعبين على اجهزه بي سي وبي اس 5 واكس بوكس سيريس، ومع ذلك ستقتصر المباراه على 64 لاعب فقط على اجهزه البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 لضمان تقديم تجربه لعبه مميزه. الخريطة الأولى معانا وهي خريطة رينوير. تضعنا هذه الخريطة في الصحراء الشرقية في مصر. سيتحارب اللاعبون هناك من أجل مركز تكنولوجي زراعي رائد في الصحراء المصرية. الخريطة الثانية هاور جلاس. تضعنا هذه الخريطة في الدوحة عاصمة قطر، مزقة الرمال المتحركة وقافلة الشحن وسط المدينة. الخريطة الثالثة تضعنا هذه الخريطة في كوريا الجنوبية. ستسعى القوات هنا للسيطرة على مراكز المعلومات مضلة ليعمل بالطاقة الكمومية في أعقاب هجوم يهدد الشبكة العالمية. الخريطة الرابعة تضعنا هذه الخريطة في جزيرة براني في سنغافورة. تتكدس خطوط التجارة العالمية في هذا المكان، هو المؤثر على حيوية خطوط الإمداد الأمريكي. الخريطة الخامسة تضعنا هذه الخريطة في غوينا الفرنسية. تدور المعركة هنا على موقع إطلاق للصواريخ. الخريطة السادسة تأخذنا هذه الخريطة إلى الهند. يمكنك هنا رؤية قواطع السفن يضربها المد والجزر فيما تتقاتل الفصائل على تأمين الأصول النووية المتبعثرة في الأرجاء. الخريطة السابعة تأخذنا هذه الخريطة إلى أرض المملكة في أنتاركتيكا. صراع على النفط والغاز هناك يدفع الجنود إلى الجنوب بينما تتصادم الصناعة الطبيعية ويبدأ الجليد بالتلاشم. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. ولو الفيديو عجبك فما تنساش تضغط لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.